بنتكلم النهارده عن موضوع مهم وهو الاثر الناقل للطعن بالاستئناف. الاستئناف معروف ان هو طريق طعن غير عادي في الاحكام، طريق طعن عادي اسف في الاحكام القضائيه. يعني بنطرح على محكمه الاستئناف النزاع اللي هو كان مطروح قدام محكمه اول درجه تاني لمره تانيه مجددا. الاستئناف كطريق طعن عادي في القانون المصري أساسه عدم رضاء الطاعن بالحكم اللي صدر من محكمة أول درجة، فإحنا بنعيد طرح النزاع تاني من جديد قدام محكمة الاستئناف. فاللي بيطرح هنا قدام محكمة الاستئناف النزاع كله بكافة عناصره سواء الواقعية أو القانونية، وكده بيختلف الاستئناف عن الطعن بالنقض اللي هو بيطرح فيه القانون فقط أو العيب القانوني اللي شاب الحكم اللي إحنا بنطعن فيه قدام محكمة النقض. ده وجه اختلاف مع الاستئناف. طيب الأثر الناقل للطعن بالاستئناف كطريق طعن عادي نظمته نص المادة 232 مرافعات اللي هي قالت الاستئناف ينقل الدعوة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. يبقى احنا هنا عندنا الأثر الناقل اللي بينقل النزاع من محكمة أول درجة لمحكمة الاستئناف بينقل الدعوة بحالتها اللي كانت عليها قدام محكمة أول درجة. يعني إيه؟ يعني ما بينقلش الطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف النزاع كله، لا، بينقل اللي فصلت فيه محكمة أول درجة فقط. يعني إيه؟ محكمة أول درجة كان مطروح عليها ثلاث طلبات مثلا من المدعي، المحكمة فصلت في الأول وفي الثاني وأغفلت الطلب الثالث. ما ينفعش أن أنا أطرح الطلب الثالث قدام محكمة الاستئناف لأن ده بيشكل إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. الطلب اللي محكمة أول درجة فقط قالت كلمتها فيه وفصلت فيه بقضاءها هو اللي من حقي أن أنا أخده وأطرحه ثاني قدام محكمة الاستئناف، لكن الطلب الثالث في المسألة اللي احنا قلناه ما اتفصلش فيه قدام محكمة أول درجة، يبقى ازاي ان انا هطرحه قدام محكمة الاستئناف؟ ده اسمه طرح جديد لطلب لم يكن مطروح قدام محكمة أول درجة، وده يعتبر غير جائز. يبقى اللي بيطرح على محكمة الاستئناف طبقا للأثر الناقل للاستئناف هو ما كان مطروحا على محكمة أول درجة، اللي كان مطروح قدام محكمة أول درجة وفصلت فيه هو دوه اللي انا بطرحه تاني من جديد قدام محكمة الاستئناف، فما بطرحش شيء جديد، باخد اللي في أول درجة وانقله تاني قدام محكمة الاستئناف. تاني حاجة ما بننقلش ليه محكمة الاستئناف إلا اللي أنا اخترت إن أنا أطعن فيه، وهنا بتظهر إرادة الطاعن. يعني الثلاث طلبات اللي احنا قلنا عليهم أو هنضرب مثل جديد، طلبين اتطرحوا قدام محكمة أول درجة، محكمة أول درجة فصلت فيهم قضت بالرفض في الطلبين، طالب ثبوت ملكية وطالب معاه طلب تاني تعويض مثلا عن غصب اللي قاعد في في في, في العين دي. المحكمة دي ترفض الاثنين، من حقي هنا ان انا اطعن في الطلبين، اخترت ان انا اطعن في طلب واحد فقط. محكمة الاستئناف طبقا للأثر الناقل ملهاش تتعرض للطلب التاني اللي هو كان مطروح على محكمة أول درجة، لكن انا ما اخترتش ان انا اطعن فيه، يعني ما اخترتش ان انا انقله في طعني لمحكمة الاستئناف. الطلب الاول فقط اللي انا اخترت ان انا اخده من اول درجة وشفت ان الحماية القضائية فيه غير كافية ليا هو اللي بيطرح على محكمة الاستئناف. الطلب الثاني الذي لم يطرح باستئنافي على محكمة الاستئناف لا يشمله الاثر الناقل، يعني ما اتنقلش لمحكمة الاستئناف لان انا اخترت ان انا ما انقلوش، اخترت ان انا ما اطعنش فيه، اخترت ان انا ما اطرحوش على محكمة الاستئناف. طيب الاثر الناقل بالنسبة لما تم رفع الاستئناف عنه، بنوضح ان ممكن بتصدر قدام محكمة اول درجة قبل ما يصدر الحكم المنهي للخصومة اللي انا بطعم فيه احكام تمهيدية او احكام سابقة عليه احكام لم تنهي النزاع. يعني مثلا حكم بندب خبير صدر في الدعوة، حكم باستجواب، الاحكام دي لا يجوز استئنافها قدام محكمة الاستئناف منفصلة قبل ما يصدر الحكم اللي أنهى النزاع قدام محكمة أول درجة.
لو صدر حكم منهي الخصومه قدام محكمه اول درجه بيترتب على طعن بالاستئناف في الحكم المنهي ان الاحكام غير المنهيه اللي صدرت قبله تطرح بقوه القانون على محكمه الاستئناف. طيب ممكن في المثل اللي احنا قلناه ان انا كنت طالب سوء ملكيه وطالب مثلا تعويض عن الغصب. المحكمه اخذت بمستندات معينه انا قدمتها تفيد قيمه الضرر اللي صابني قد ايه وقيمه التعويض اللي انا عايزه قد ايه، لكن المحكمه حكمت بندب خبير بالنسبه للشق الاول اللي هو ثبوت الملكيه. الحكم بتاع ندب الخبير اللي هو الحكم التمهيدي ما دام انا استأنفت الشق الاول الخاص بثبوت الملكيه يفترض ان دوا مطروح بقوه القانون معاه على محكمه الاستئناف. لكن المحكمه مثلا اصدرت حكم بالاستجواب بالنسبه لشق التعويض وانا ما استأنفتوش تعويض عن الغصب وانا ما استأنفتوش، يبقى يترتب على الاستئناف ان الحكم غير المنهي اللي تابع للحكم المنهي هو اللي بيطرح معاه على محكمه الاستئناف. اما الحكم غير المنهي للخصومه او الحكم التمهيدي اللي هو صدر قبل ما يصدر حكم في الشق الثاني اللي هو زي ما ضربنا مثل هنا اللي هو التعويض عن الغصب، ما دام انا ما استأنفتش الحكم المنهي يبقى لا يتم طرح الاحكام التمهيديه المتعلقه به على محكمه الاستئناف. ثالث حاجه مهمه بالنسبه للاثر الناقل للاستئناف اللي هي اطراف الخصومه قدام الاستئناف. القاعده العامه ان اطراف الخصومه قدام اول درجه هم اطراف الخصومه اللي قدام محكمه الاستئناف. ما يجوز ان انا ادخل خصم جديد قدام محكمه الاستئناف. اطراف الخصومه هم. وده يعتبر تطبيق لمبدا نسبيه اثر الطعن في الحكم، يعني لا يفيد من الطعن الا اللي رفعه ولا يضار منه الا اللي هو اقيم عليه الطعن. دي نسبيه اثر الطعن، ما بيستفادش منه او يضار منه الا اطراف الطعن دوا فقط مش غيرهم، ولا يتعدى اثر الطعن احد من الغير لم يكن ممثل في خصومه الطعن بالاستئناف. طيب احيانا القاعده بتاعت نسبيه اثر الطعن دي بيرد عليها استثناءات، يعني ممكن واحد ما يكونش طاعن لكن بيمتد اثر الطعن بالنسبه لي. القانون حدد ثلاث استثناءات مهمين على مبدا نسبيه اثر الطعن اللي هم ايه؟ حاله ما اذا كان الطعن مقام في موضوع غير قابل للتجزئه. ده ليه امثله زي الماده 300 من القانون المدني اللي قالت ان يكون الالتزام غير قابل للانقسام. يعني ما ينفعش غير حل واحد بعينه للنزاع، فما ينفعش ان هو يتجزأ. هنا اللي هو ما عملش طعن بالاستئناف رغم ان هو كان طرف خصومه اول درجه، ليه ان هو يعمل طعن ولو بعد الميعاد وينضم لواحد من الاطراف بتوع خصومه الاستئناف. ده يعتبر استثناء. الاستثناء الثاني حاله التضامن. انا اقمت دعوه تعويض قدام محكمه اول درجه واختصمت فيها اكتر من واحد وطلبت الزامهم متضامنين بالتعويض، يعني اقدر ان انا بعد الحكم اخد الحكم وانفذ بيه على اي واحد من الخصوم المدعى عليهم اللي انا اتحكم لي عليهم. طيب واحد انا خدت حكم ضد ثلاثه او اربعه من محكمه اول درجه بالتعويض، الواحد بس منهم هو اللي اقام طعن بالاستئناف. هنا اللي اقام طعن بالاستئناف هنا واحد بس من المدعى عليهم قدام اول درجه، الباقيين ما طعنوش معاه والميعاد عدى بالنسبه لهم. من حق اللي ما طعنش انه ينضم لزميله بعد الميعاد ما دام انه هو كان محكوم عليه في اول درجه على سبيل التضامن، يبقى بينضم لزميله حتى لو الطعن بعد الميعاد. الحالة الثالثة هي الدعوة التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، دي اسمها في فقه المرافعات حالة التعدد الإجباري في الخصومة. دي واحدة شارع دل هنا يا جماعة، في الحالة دي بينضم برضو في حالة الدعوة اللي القانون أوجب فيها اختصام أشخاص معينين لي. نضرب مثل للدعوة دي، عندنا مثل بالنسبة لدعوة الشفعة. انت لما بترفع دعوة الشفعة مالكش الحرية، المدعي ليه الحرية في قاعدة عامة انه يدخل اللي هو عايزه في الدعوة ويختصم اللي هو عايزه يحرك الدعوة ضده. لكن في حالة دعوة الشفعة كصورة من صور التعدد الإجباري اللي هي القانون أوجب عليك تختصم أشخاص معينين، ان انت هنا مش بإرادتك ترفع دعوة لأي حد، لا بترفعها على
المشتري اللي اشترى مكانك الحصه اللي انت بتشفع فيها او العقار اللي انت بتشفع فيه وبتختصم اللي باع له، فهنا انت مجبر ان انت بتختصم الناس دي، واذا كان في بيوع تانية تاليه بتختصم برضو الاطراف بتاعتهم. عندنا مثلا مشهور اللي هو دعوه التسليم. دعوه التسليم ما بتقامش على اي حد والا تدخل عدم قبول. القانون اوجب ان انت بترفعها على البايع، اصحاب الحقوق المقيده على العقار، الحائزين، الطوائف اللي هي القانون حددها لازم ان انت بتدخلهم في دعوه تسليم، والا يعتبر هنا ان الدعوه غير مقبوله. هنا مش بارادتك بترفع الدعوه، لا، ده انت ملزم بالاشخاص اللي القانون حددهم لك مراعاه لطابع الدعوه دي. هنا لو الحكم صدر ضد واحد منهم قدام محكمه اول درجه، من حق زمايله اللي هم فوتوا ميعاد الطعن ان هم يعملوا طعن ولو بعد الميعاد، وبرضه ينضموا لي في الطعن بتاعه. اللي بيحصل بقى هنا بنلاحظ نقطة مهمة، ان الطعن اللي بيقام بعد الميعاد من واحد في الحالة التالتة اللي احنا قلناها، اللي هي اذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة، او اذا كان في تضامن، او اذا كان الدعوة اوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين، هنا يا جماعة ما يقدرش يطلب طلبات جديدة قدام محكمة الاستئناف. لا، بينضم لزميله بنفس الطلبات اللي هي مطلوبة في الطعن بالاستئناف ده. طيب نيجي لحدود الأثر الناقل للطعن بالاستئناف. خلاص رفعنا الاستئناف وبقى دلوقتي انتقل النزاع قدام محكمة تاني درجة، ليه محكمة الاستئناف. طيب سلطة المحكمة ايه؟ هنا المحكمة زي ما قلنا بتنظر النزاع كله بكافة العناصر الواقعية والقانونية من جديد تاني، لانه مطروح عليها كله. هنا بيحق للطاعن وللمطعون ضده كمان في الطعن بالاستئناف ان هو يقدم الادلة واوجه الدفاع الجديدة. اللي طلب طلب قدام اول درجة واخفق فيه خد رفضه كله، او اتحكم له جزء منه وجزء تاني اترفض، او كانوا اكتر من طلب نجح في جزء واتحكم له بيه واجزاء تانية او طلبات تانية اترفضت، فبيطرح النزاع من جديد. هنا من حقه ان يقدم الادلة اللي بتدعم طلباته واللي هي بيطلب ان يتحكم له بيها بناء عليه، يعني بيأكد طلباته قدام محكمة الاستئناف بادلة تانية جديدة بيدعمها. يعني ممكن ان مثلا قدام محكمة اول درجة كان طلب مثلا ندب خبير بخصوص طلب معين، جه لما عمل الطعن بالاستئناف عايز يجيب شهود كمان يأكدهم رأي الخبير ويأكدوا الأضرار اللي هي أصابته. ممكن هنا ان يعتبر الخبرة احد أدلة الإثبات، يكون الإثبات نص عليها، من حقه ان هو يضيفه يأكد بيه طلبه ويدعم الطلب بتاعه قدام محكمة الاستئناف بدليل جديد، حتى لو كان هو طالع بدليل كمان معاه اللي هو تقرير الخبير مثلا، والخبرة برضو احد طرق الإثبات في القانون المصري اللي هو كان موجود معاه قدام محكمة اول درجة، يعني من حقه يضيف أدلة جديدة. برضه بالنسبة للمستأنف ضده اللي هو مثلا ممكن كان مدعي عليه قدام محكمة أول درجة دفع معين المحكمة ما خدتش بيه، فمن حقه إن يتمسك بيه تاني من جديد قدام محكمة الاستئناف ويضيف ليه سند جديد عشان يتحكم له بالدفع بتاعه، لأنه هنا يعتبر إن هو برضه طالع مستأنف ضده بطلب الطلب منه تاني قدام محكمة الاستئناف، فمن حقه برضه يدفعه تاني بنفس زي ما المدعي ليه الحق انه يطلب، برضه المستأنف ضده ليه الحق ان هو يرد على الطلب بالدفع بتاعه ويستند لأدلة جديدة تبيح له ان الدفع بتاعه يتحكم له بيه ويخلص من المطالبة اللي هي توجهت له في أول درجة واتكررت واتطرحت تاني قدام محكمة الاستئناف. ما ينفعش بالنسبة للمستأنف انه يطلب طلبات جديدة ما اتطرحتش قدام محكمة اول درجة لأول مرة قدام الاستئناف. ما ينفعش اطلب طلب جديد لأول مرة قدام الاستئناف، لازم يكون كان مطروح قدام محكمة اول درجة وانا استأنفته وطلبت ان يتحكم لي بيه تاني قدام محكمة الاستئناف. عشان كده بنلاقي في العريضة والقضاء مجددا، يعني الطلب اللي انا خدت رفض فيه انا طرحه من جديد قدام محكمة الاستئناف وطالب ان يتقضى بيه مجددا لتاني مرة. في استثناءات على قاعدة عدم قبول طلبات جديدة قدام محكمة الاستئناف. الاستثناءات دي ايه مهمة ان احنا نقولها؟ مفهوم الطلب الجديد عشان نوضح اكتر، اللي هو انا بطلبه قدام محكمة الاستئناف وما ينفعش ان انا اطلبه لاول مرة، هو الطلب اللي بيختلف عن
الطلب اللي كان مطروح قدام محكمة أول درجة فحد عناصره. عناصر الطلب إيه؟ خصوم الموضوع السبب. الخصوم طلب بتوجه من زيد ضد بكر. يبقى لو زيد طلب جديد قدام الاستئناف ضد حسن يعتبر ده طلب جديد. في خصم جديد أنت هتدخله قدام الاستئناف وتطلب منه طلب جديد ما كانش مطروح قدام محكمة أول درجة. السبب اختلف السبب اللي انا بطلب بناء عليه الحمايه القضائيه. انا كنت طالب التعويض بناء على المسؤوليه العقديه، ما ينفعش اطلبه قدام الاستئناف على المسؤوليه التقصيريه. الخصوم موضوع الطلب نفسه، طالب تعويض على المسؤوليه التقصيريه ما ينفعش اطلبه قدام الاستئناف على المسؤوليه العقديه. دي حاجه ودي حاجه. محكمه اول درجه حكمت لي مثلا بالتعويض بناء على المسؤوليه العقديه، ما ينفعش اضيف سبب جديد اللي هي المسؤوليه التقصيريه اللي اساسها القانون قدام محكمه الاستئناف. وده مفهوم الطلب الجديد اللي يمتنع عليا ان انا اطرحه قدام محكمه الاستئناف، اللي مغاير للطلب الاول في احد عناصر خصوم او موضوع او سبب اللي احنا لسه قايله. الاستثناءات يجوز لي بقى ان انت تطلب طلبات جديده قدام محكمه الاستئناف على سبيل الاستثناء اللي هي قانون المرافعات العاليه، اللي هي طلب نصت عليها المادة 235 مرفوعات الألف المادة ده، قالت لا تجبر الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات. دي الاستثناءات اللي أنت طلبات جديدة أنت بتطلبها قدام محكمة الاستئناف ما كانتش مطلوبة قدام محكمة أول درجة. وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. هنا هنلاحظ ايه؟ مع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والفوائد والمرتبات. انا كنت طالب مبلغ معين قدام محكمه اول درجه، قبل ما عملت الاستئناف استجدت مبالغ ثانيه، استجدت فوائد، استجد لي اجر عايز ان انا اطلب بيه، من حقي ان انا اطلبه قدام محكمه الاستئناف، من حقي اطلب الملحقات. بس الشرط عشان تطلب الحاجات دي قدام محكمه الاستئناف ان انت تكون طلبت الفوائد، مثلا انت طلبت المبلغ قدام اول درجه وطلبت فوائده لغايه اقفال باب المرافعه، او بتقول في العريضه لغايه تاريخ الحكم في الدعوه. هنا اتحكم في القضيه في اول درجه، عبد ما رفعت الاستئناف والنزاع مطروح قدام محكمه الاستئناف، جدد فوائد جديده للمبلغ اللي انت طالبه هو فوائده قدام اول درجه، جدد فوائد عن الفتره من صدور حكم اول درجه لغايه اثناء نظر النزاع قدام محكمه الاستئناف. هنا من حقك ان انت تضيف الفوائد لان انت طلبتها فعلا قدام محكمه اول درجه مع المبلغ، لكن طلبتها عن مده زمنيه معينه، فاللي استجد منها قدام محكمه الاستئناف مش من العقل ولا من المنطق ان انا اروح ارفع بيه دعوه جديده، لا، من حقي ان انا اطلبها قدام الاستئناف لانها ما تعتبرش مغايره كتير عن الطلبات اللي كانت مطروحه قدام محكمه اول درجه. انت قدام اول درجه طالب مبلغ وطالب فوائد معينه عن مده معينه لغايه صدور حكم اول درجه، استجدت حاجات ثانيه جديده قدام الاستئناف من حقك ان انت تطلب برضه بيها. ثاني حاجه يجوز ليك ان انت الطلب بتاعك يفضل زي ما هو قدام محكمه الاستئناف، لكن بتغير السبب بتاعه. يعني مثلا ممكن تطلب اسباب الاخلاء محدده في قانون ايجار الاماكن على سبيل الحصر. عملت انذار تكليف بالوفاء وطلبت الإخلاء لعدم دفع المستأجر للأجرة وتحكم لك وترفض طلبك قدام محكمة أول درجة. عملت استئناف، ممكن قدام الاستئناف تتمسك بنفس السبب اللي هو الإخلاء لعدم سداد الأجرة، وتضيف حاجة جديدة إن الراجل ده ما يمتدلوش عقد الإيجار، ده المستأجر كان جده والراجل ده ما يمتدلوش عقد الإيجار، ما هوش قاعد في العين، يبقى دلوقتي بضيف كمان سبب جديد للإخلاء وهو إن هو ما يمتدلوش عقد الإيجار. يبقى هنا يا جماعه الطلب اللي كان قدام اول درجه هو الاخلاء وتمكن يكون ايجار الاماكن، وهو المطروح قدام الاستئناف، السبب بتاعه هو اللي اتغير، لكن في الحالتين انا ما طلبتش حاجه جديده، ما طلبتش فسخ عقد ايجار مثلا، ما طلبتش اي حاجه، ما طلبتش تعويض، لا، طالب الاخلاء قدام اول درجه وطلبته تاني قدام الاستئناف، فمن حق اضيف اسباب تانيه جديده. يبقى هنا السبب اتغير لكن الطلب باقي، لازم نفرق ما بين الاثنين، الطلب واحد سببه هو اللي بيتغير. الكومنت صحيح بتغيير السبب، الطلب لا. وقلنا طلب الملحقات والفوائد، وفي حاله ثالثه التعويض عن الاستئناف الكيدي. هنا خصمك عمل ضدك طعن بالاستئناف كيدي، من حقك ان انت تطلب التعويض عنه. ليه؟ لانه ما عملش الاستئناف، ما ظهرش انه كيدي غير قدام محكمه الاستئناف،
ده الوضع اللي انت بقيت فيه دلوقتي، ما استجدتش وما طرقش الاستئناف الجزائي ده ضدك الا بعد صدور حكم محكمه اول درجه، فبالتالي من حقك ان انت تطلب التعويض عن الاستئناف الكايدي اللي انت اترفع ضدك قدام محكمه الاستئناف. بالنسبه للتدخل والادخال قدام محكمه الاستئناف، القانون بيمنع التدخل الهجومي لانه ده بيبقى طلب جديد مبدا قدام محكمه الاستئناف، وده القانون حظره لانه مخالف مبدا التقاضي على درجتين. لكن يجوز ليك ان انت تتدخل تدخل انضمامي بتايد واحد من الخصوم في الطلبات بتاعته قدام محكمه الاستئناف، لكن مش بتطلب طلبات تانيه جديده. نتمنى من ربنا ان الفائده تتحقق للجميع، وبالتوفيق للجميع باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.